الله تعالى يحب من عباده من اتصف بما أحببه من صفاته إليهم، كأي صفات طيبة أمرنا الله بها، ويبغض من عباده من اتصف بما اختصه الله لنفسه. لذلك كانت نتيجة المستكبرين كما جاء في الحديث: يحشر المستكبرون يوم القيامة في صورة أو في أشكال الذر في صورة الرجال. عارف الذرة؟ هتلقى الرجل المتكبر ده جاي يوم القيامة حجمه حجم الذرة، لكن معروف ان هو فلان، معروف ان هو فرعون، معروف ان هو متفرع، يدوسوه الناس بأقدامهم يوم القيامة. لماذا؟ لأنه أخذ ما ليس له ورفض أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وبهذا نفهم هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى.